بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. أهالي محافظة المنوفية الكرام، يطيب لي أن أتقدم إليكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومي لمحافظة المنوفية الغالية، وأتقدم أيضا بخالص التعازي لكل أسرة فقدت عزيزا لديها، آملين من المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة. وبرغم هذه الظروف التي تمر بها البلاد اليوم والعالم بأسره بسبب وباء كورونا المستجد، كان لزاما علينا أن نهني أبناء محافظة المنوفية بعيدها القومي الذي خلد في ذلك اليوم العظيم ذكرى مقاومة سجلها التاريخ بكل شرف في صفحاته في بقعة من بقاع المحافظة على أرض دنشواي. هذه الملحمة التاريخية التي جسدت شجاعة وبطولة شعب المنوفية الأبي. ولأن الحاضر والمستقبل دائما ما ينبئ عن ماض عريق، فنحن نثق كل الثقة أننا قادرون بفضل الله على تجاوز هذه المحنة كما تجاوزنا محنا عديدة من قبل تحت قيادة حكيمة. وبفضل تاريخ المحافظة الذي يدعو للفخر، أعدكم باستكمال مسيرة العمل ورفع مستوى العديد من الخدمات في المحافظة بما يليق بحجم تطلعاتكم بعد بذل مجهودات مضنية لرفع موازنة المحافظة في سابقة لم تتكرر من قبل، والحصول على دعم مالي لم يسبق للمحافظة. وفي ذلك الإطار لا يفوتني إلا أن أتوجه بالشكر لزملائي من العاملين ورجال الأعمال الشرفاء وأعضاء مجلس النواب الموقرين وجمعيات المجتمع الأهلي على مشاركتهم في تنمية محافظتنا العريقة. وتأسيسا على ما سبق ونظرا للظروف الراهنة، رأينا أنه من المناسب أن تعلق كافة مظاهر الاحتفالات ترشيدا للنفقات والتزاما بما أقره مجلس الوزراء فيما يخص التباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة وصحة المواطنين التي هي الركيزة الأساسية للأمن القومي لبلادنا، والتي لا تقبل تهاونا أو تفريطا. ولا يسعني في هذه الظروف إلا أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لرجال القطاع الصحي لما يبذلونه من جهد لا يقدر بثمن، فقد كانوا وما زالوا خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الأزمة. حفظ الله مصر رئيسا وحكومة وشعبا وجيشا وشرطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.